1500 سي سي والجير سيفتي 121 حصان. طبعا السيارة هندية، سعر 5 والمعروض 95، وهذا مصرف الوقود. عشرين فاصلة خمسة بنزين 91. وهذا حجم الرنجات 16 × 5 × 55 185 يوكوهاما. وهذا من خلف سيفيك، وهذا هم سبورت الغالي. طبعا السيارة يا شباب هذه بدون تير، ليتات ال اي دي، كشافات ال اي دي. شوفها من داخل، دوما اوتوماتيك، سنتر لوك، مراية اوتوماتيك، تشغيل دقمة، شاشة 8 انش، جير سيفتي، فتحات يو اس بي، كروس كنترول، كم بالراديو، مانع الانزلاق، وهذا عداد 220. شاء الله واصل. حملت اكواب من خلفها واسع، وهذه فتحتين تكييف. حملت اكواب، وهذه قرشية، وهذه الدبة. ما شاء الله. Thank you.